الحقيقة زي ما احنا عارفين أعمال التطوير لا تتوقف في كل شبر في مصر، وتحديدا لو هنتكلم على سيناء وما يحدث من تنمية أو في تنمية سيناء. ميدان ميناء العريش بيشهد تنفيذ أعمال تطوير بتكلفة بتقدر ب4 مليارات جنيه، وده بيتم في إطار تنمية سيناء واستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية، خاصة أن ميناء العريش ده بيعتبر من الموانئ الهامة جدا التابعة للمنطقة الاقتصادية المطلة على البحر المتوسط، واللي بتعتبر أو بيعتبر ميناء العريش بوابة رئيسية لتصدير المنتجات للأسواق الخارجية. اللي بيحصل في ميناء العريش خلونا نعرف بالتفصيل من خلال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، وصباح الخير لكل المصريين كده ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ان شاء الله بدء احتفالات اكتوبر. يعني اكيد كل سنه وحضرتك طيب والشعب المصري بالف خير يا رب. سياده اللواء، عاوزين نعرف من حضرتك في البدايه حجم اعمال التطوير المستهدفه في ميناء العريش. احنا طبعا امبارح شرفنا بزياره رئيس المنطقة الاقتصادية، نعم، اللي هي ميناء العريش بيتبع لهذه المنطقة الاقتصادية، اللي هي طبعا فيها مواني شرق التفريعة والمواني كلها المطلة على سواء البحر المتوسط أو امتداد قناة السويس وحتى منطقة خليج السويس. نعم. فكانت زيارة تفقدية عشان نشوف حجم الأعمال البحرية اللي اتعملت في الميناء من ناحية من اتجاه البحر. نعم. وحجم أعمال كبير جدا زي ما حضرتك قلت كده، 4 مليار جنيه كلفتها ولسه مستمرين. احنا الرصيف الكبير طبعا على وشك الانتهاء، يعني قدامه فترة وجيزة ما يكملش شهرين ويكون كمل الرصيف، وده 150 متر، وده طبعا بيعتبر من أحد الأرصفة الرئيسية. وهي ميناء العريش كلها على بعضها كده بتعتبر من أقرب المواني إلى منطقة جنوب أوروبا، يعني لو اعتبرنا ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال البحر الأبيض المتوسط بتقع أوروبا، وطبعا أقرب مسافة بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا هي منطقة العريش. فعشان كده هذا الميناء يعني بيبقى له خصوصية خاصة، بالإضافة إلى أنه بيعتبر أحد المنافذ الرئيسية للتصدير الخارجي من منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط. وإحنا عارفين أن سيناء فيها مواد خام كتير، وفي مستقبل أيضا زراعي وصناعي كبير في منطقة سيناء. كان لازم يتم التفكير في إيجاد منفذ على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة جنوب أوروبا كلها بالكامل. طيب سيادة اللواء، طبعا بعد التحية يمكن حضرتك ذكرت لنا أهمية الموقع الجغرافي لميناء العريش وأيضا أهميته، بس عايز أعرف من حضرتك إيه هي جوانب التطوير، أعمال التطوير هتبقى عبارة عن إيه، الجدول الزمني كمان الموضوع. لا، هو جوانب التطوير اللي احنا شغالين فيها دلوقتي هو يعني الجزء البحري كله هو مدينه أسبقية كبيرة للتطوير. بيتم إنشاء 3 أرصفة رئيسية موجودة. طبعا كان لازم عشان خاطر تنشا هذه الارصفه كان لازم يكون هناك حاجز امواج، عشان زي ما حضرتك عارفه انه المواني لازم يكون هناك حتى لا تتاثر حركه رسو المراكب لاي اخطار. فكان الاعمال الرئيسيه انشاء الارصفه البحريه وانشاء حاجز الامواج، والحمد لله حجم العمل في هذه الحاجات يعني وصل الى نسبه تقريبا 85% في الاعمال البحريه. ففاضل الجزء بقى اللي ان شاء الله مرحله قادمه ان شاء الله هيكون الجزء بقى بتاع اللوجستيات كلها اللي هي بتبقى على اليابسه طبعا كلها بالكامل. سيادة اللواء، يمكن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير اللي بتحصل في ميناء العريش يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول اللي موجودة تحديدا في المحافظة. عاوزين نعرف مردود ده على المنتجات السنوية تحديدا وعلى حركة التجارة في سيناء. حضرتك عارف وأستاذة
المشاهدين عارفين كويس قوي ان في حجم كبير من المواد التعدينية موجودة في سيناء. نعم. واحنا طبعا بوجود المينا في هذه المنطقة ومنطقة لوجستيات بنعمل قيمة مضافة للمواد الخام. صحيح. لغاية المواد الخام قبل كده اللي بتخرج من سيناء كانت بتخرج مواد خام زي ما هي وتخرج بره وتتصنع وتعود مرة أخرى يمكن أسعارها 10 أضعاف. إنما احنا في المرحلة ديت بيتعمل قيمة مضافة للخامات اللي موجودة في سيناء. والحاجة الثانية طبعا برضو إن شاء الله سيادة الرئيس يمكن افتتح محطة معالجة مياه بحر البقر. نعم. واللي هي يعني 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ودي هتنقل بقى سينا الى تصدير المنتجات الزراعيه. احنا كانت صحيح. اي منتجات زراعيه بكل تاكيد يا فندم. يمكن الحقيقه هنتابع طبعا مع حضرتك اعمال تطوير ميناء العريش خطوه بخطوه. نشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.